السلام عليكم، اسعد الله مساءكم بكل خير وبكل شيء زين. شوفوا الزحمه دي يا جماعه الخير عند محل، شوفوا تقول ذا كافي مشهور ولا محل معروف. شوفوا الزحمه، شوفوا الزحمه، ما شاء الله ما شاء الله. طيب عند وش؟ عند مخبز يبيع تميس بعد صلاه الظهر. ما شاء الله تبارك الله، الرزق اذا ربي قدم لك والله العظيم لو تكون وين ما تكون، ولو تكون تقدم وش ما تقدم ما حد يمنع منك. بعدين في شيء ثاني، بعض الناس اذا دعت تقول يا رب ارزقني، بس ما تقول يا رب بارك لي. يا زين هل اجتمعت الرزق والبركه. اليوم احنا جايين تلبيه لدعوه الغاليه ليان اليامي، انا ابو فزاع. تستاهلون ابو فزاع، الله يبيضك. الدعوه ان شرفنا بالدعوه هذه، شرف والله. عناد انام واصحي واتذكر وش اذوق، رحيق نصفه مطرها وماها، شنواح مياسه لا حسن منطوق، الله يعلم مش وراي وراها، قولوا لها بني معوق ومطفوق ومدمن ترى والله حبه شفاها، سالت عنها العقل والقلب والشوق، العقل يطلبها ويطلب نباها، والقلب مبطي مشكوك وانا اشهد ان قلب المعوق معاها. اللهم صل على النبي، سلامتك ما عاد وضيعنا تالي. هذه وراها القصيده. لبه انا اشوف بتفك مفتاح ابو فزاع ولا يلا ابو فزاع الرجال. الرجال ما عاد حتى حب امه وابو. عليان وقت العصر هذا وش يعتبر بالنسبه للناس اللي في المدينه؟ للامانه الحديقه هنا تشرح السكر. ايه؟ والعلاج الطبيعي والتاهيلي يحتاج له الى مكان انك ترتاح فيه نفسيا، سواء تبي تكتب، تبي تطلع ترسم، تبي تقعد مع ناس تحبها. المكان لو تاخذ خالد على الحديقه فره، الحديقه جدا مجهزه لذوي الهمم ولذوي الإعاقة، ما شاء الله جلطات والإقامة طويلة. هذه بحيرة طبعا. اي هذه بحيرة وفيها سمك، والناس تعطي خبز، لو بعد شوي نعطيكم شوي خبز تعطون السمك. يلا تكلم على الله، خاف تعطونا بدل السمك حنا خبز. اما تعطونا خبز الله يعافيك. انا عقد يا سيدي ولح جزء من القبور، والقبر ما يبنى ولا وسطه لحد، يا سيدي خليك على الدنيا صبور، انا خليط من السعادة والنكد، والاخرة دنيا مليون دور، والله يحاسبنا حسب ما نعتقد. الله سلامتك. انسان صح انسان، يقول الحياه معلقه بين السعاده والنكاد، طعمها ما هو مر، حالها ما هو بحالي، كل واحد له استوى، خده على خده، وسعده مستحيل تحصله من كثره التفكير. خالي الذكي ما وده انه يفهم الدنيا زياده، والغبي وده يصير بكل موضوع ارتجالي، والغني لا ضاق، قال انا الفقير من السعاده، والفقير يقول لو اني غني ما ضاق بالي، والصغير اللي ينشدوا عن عمره اللي راح زاد، والكبير يقول يا وجدي على ما بقى الليالي، والصحيح ان التناقض عند كل الناس عادي، فطرة ما تعتدل لو يعدل عقاله شمال.